مدبولي يستعرض مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتيسيرات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات. تمهيدا للانطلاق الفعلي للمناقشات، مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل اجتماعاته لاستعراض أجندة محاور الحوار. كييف تستضيف قمة عن الأمن الغذائي، وزيلينسكي يؤكد صمود بلاده في وجه الهجمات الروسية المسببة لانقطاع الكهرباء والمياه. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على إتاحة كل التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الكهرباء محمد شاكر استعراض مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، حيث قدم وزير الكهرباء عرضا حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة القائمة والجاري تنفيذها، مشيرا إلى أن استراتيجية قطاع الكهرباء في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة بالشبكة عام 2022. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة. تناول اللقاء استعراض مشروعات إضافية للخطة الاستثمارية ومشروعات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومقترحات تطوير منطقة المثلث، والذي سيعود بعائد مادي على الدولة مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمقيمين بالمنطقة لحين إنشاء تجمع حضري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والعمل على توجيه موارد الدولة واستغلالها في مشروعات أخرى. يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا تقرير اللجان المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها. كانت اللجان المشتركة قد شهدت خلال الأيام الماضية مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التأثير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء. يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته لاستعراض أجندة محاور الحوار الثلاثة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومن المقرر أن ينتهي اليوم من إقرار محاور الحوار الثلاثة. وخلال جلسات سابقة انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من تحديد ملامح قضايا المحور السياسي وبعض قضايا المحور الاقتصادي، وذلك تمهيدا للانطلاق الفعلي للحوار الوطني. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 632 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 345 طنا من المواد الغذائية. كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قرابة 53 طن في مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبطت أكثر من 269 طنا في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فضلا عن ضبط قرابة 24 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، إلى جانب ضبط 923 قضية في مجال قضايا المخازن.
الخبز، من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و 172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وقد واصلت وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الوطني. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 27 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3466 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 4,348,265 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,290 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 7,249 طن عيني ومستندي سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 26 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 47 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 303 طن، وكذلك ضبط 6467 قضية مخالفات للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 284 طن دقيق بلدي، كما تم ضبط 26 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت قرابة 192.5 طن دقيق، وحوالي 22.5 طن سلع غذائية متنوعة، وتم ضبط 3679 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 280 طن دقيق وأكثر من 270 طن سلع غذائية متنوعة، كما تم ضبط 98 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 98 طن دقيق وقرابة 109 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 9 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 94 طن أسمنت، كما تم ضبط 283 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت حوالي 3,886 طن أرز شعير، كما تم ضبط 226 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 62,325 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 585,181 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 183,960 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3009 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 144 سائقا منهم، كما تم المرور على 145 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 647 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية سائقين، كما تم فحص 625 مركبة وتبين عدم مطابقة 13 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 337 سيارة و37 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية،
تم ضبط 5093 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 715 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 900 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 1912 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2456 مخالفة ملصقات وضبط 16 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1385 قضية ومخالفة أبرزها حيادة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 82713 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,828,122 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 214 قضية، من بينها 118 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و96 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 31 قضية بقيمة مالية بلغت 66,380,616 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,345 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,978,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,198,221 جنيها. بحث البرلمان العربي في جلسته العامة مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التي استمرت على مدار اليومين الماضيين. يأتي ذلك في إطار متابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي ووضع إطار للدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة مستجدات الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال. في هذا التقرير العديد من الفقرات والبنود التي تم التداول بشأنها، وعمل كل أعضاء البرلمان جاهدين لتجويد محتوى هذا القرار والبنود الداخلة فيه، وتوصلنا إلى تفاهمات عديدة لتقديم مشروع قرار يليق بحرصنا واهتمامنا بالقضية الفلسطينية ويؤكد على دور البرلمان العربي في خدمة الدول العربية والشعوب العربية كافة. مثل ما تعرف اليوم أن جميع اللجان عرضت تقاريرها في جلسة البرلمان العربي، ومنها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تطرقت لكثير من القضايا، منها قضية الابتزاز الإلكتروني، منها قضية دعم الطفل على المستوى العربي. نقاش حيوي وجميل وملفت ويؤدي بشكل أو بآخر إلى دينامية مختلفة في عمل البرلمان العربي، لأني من المؤمنين أن الاختلاف يولد التطور، بيد أن فلسطين هي في وجدان أبناء الأمة العربية
وفي وجدان أبناء الأمة العربية جميعا، وهي محط اهتمام كل رؤساء وملوك وأمراء العالم العربي. ناقشت اللجنة الحالة الاقتصادية للدول العربية لعام 2021 بما يمهد لبناء خارطة طريق للارتقاء للحالة الاقتصادية في الوطن العربي. استضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة دولية في كييف للدعوة إلى مبادرة بلاده الحبوب من أوكرانيا التي تهدف إلى تصدير الحبوب إلى الدول الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجفاف. وأضاف زيلينسكي أن كييف تعتزم إرسال 60 سفينة على الأقل من الموانئ الأوكرانية. كما أكد الرئيس الأوكراني أن شعبه سيصمد في وجه الهجمات الروسية التي تتسبب بانتظام في انقطاع كبير في الكهرباء والمياه مع حلول فصل الشتاء. وحضر القمة شخصيا رئيس المجر ورؤساء وزراء بلجيكا وبولندا وليتوانيا، بينما ألقى رئيس فرنسا وألمانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية كلمات عبر دائرة تلفزيونية. أعلنت أوكرانيا مقاطعة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بسبب عدم قدرتها على استبعاد أو تعليق صلاحيات روسيا. وقال رئيس وفد البرلمان الأوكراني إلى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ميكيتا بوترايف خلال اجتماع الجمعية في وارسو، قال إن اللجنة فشلت في اتخاذ قرار بشأن مصير الروس في هذه المنظمة الدولية، مؤكدا أن أوكرانيا لن تعود للمشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلا بعد اتخاذ قرار بشأن مصير روسيا. أكدت المخابرات العسكرية البريطانية أن روسيا تعمل على إزالة رؤوس نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة قبل إطلاقها على أوكرانيا. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن صورا أظهرت حطام صاروخ كروز تم إطلاقه من الجو على أوكرانيا يبدو أنه كان مصمما في الثمانينات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه يجرى على الأرجح وضع ثقة لمكان الرؤوس الحربية، مشيرة إلى أنه مثل هذه التصرفات الروسية توضح مستوى نفاذ مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى بحسب الدفاع البريطانية. أعلن كيريل تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني عودة الكهرباء إلى العمل في مدينة خرسون. وأوضح تيموشينكو أن السلطات الأوكرانية ستعمل على إمداد البنية التحتية الحرجة للمدينة أولا بالكهرباء قبل إمداد المستهلكين في المنازل بالكهرباء، وذلك في أعقاب تراجع القوات الروسية في المنطقة. أعلنت السلطات الأوكرانية إعادة ربط المحطات النووية في البلاد لاستعادة إمدادات الكهرباء التي انقطعت بسبب القصف. وأوضحت شركة الكهرباء في أوكرانيا أن العجز في الطاقة الكهربائية وصل إلى 30%، مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم. بعد ظلام دامس عم أرجاء واسعة من أوكرانيا، أعادت السلطات الأوكرانية إمدادات الكهرباء تدريجيا إلى ملايين الأشخاص الذين عاشوا ساعات طوالا دون كهرباء جراء القصف. السلطات الأوكرانية تمكنت من إعادة ربط المحطات النووية الأربع في البلاد، وقالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية يوكرينيرجو إن العجز في الطاقة الكهربائية وصل إلى نسبة 30%، مما استلزم مطالبة الأوكرانيين بترشيد استهلاكهم. كما أوضحت أن استعادة نظام الطاقة مستمرة على مراحل، وأن طواقم الإصلاح تعمل على مدار الساعة.
وانطلاقا من أهمية قضية توفير مصادر الطاقة في أوكرانيا، تفقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أحد مراكز الطوارئ التي تم إنشاؤها في إحدى البلدات في شمال العاصمة كييف بهدف توفير التدفئة والاتصالات اللاسلكية والمياه. الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورها أعلنت أن المحطات النووية الثلاث في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا تمت إعادة توصيلها بشبكة الكهرباء قبل عودة المحطة الرابعة في زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا للعمل. وبينما تؤكد روسيا أن هجماتها تستهدف البنية التحتية الأساسية ذات الطابع العسكري وأن كييف قادرة على إنهاء ما وصفته بمعاناة الشعب الأوكراني إذا ما استجابت للمطالب الروسية، تواصل أوكرانيا التأكيد على أن الهجمات الروسية تهدف إلى مفاقمة معاناة المدنيين وتمثل جريمة حرب. أعلنت السلطات الأوكرانية استعادتها 12 شخصاً بينهم 3 مدنيين ضمن عملية تبادل أسرى مع القوات الروسية. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 9 أسرى روس في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة جاءت نتيجة لعملية التفاوض مع الجانب الأوكراني، حيث كان الأسرى يواجهون خطر الموت في الأسر داخل الأراضي الأوكرانية. قال الرئيس البولندي أندري دودا إن دول حلف شمال الأطلنطي قد توافق على إرسال أنظمة صواريخ باتريوت أرض جو إلى أوكرانيا، ولكن بدون أطق من الناتو. وأضاف دودا أنه من الجيد أن تكون بطاريات باتريوت بعيدة عن الحدود البولندية، لأنها ستحمي حينئذ أراضي بولندا ومواطنيها وجزءا من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه في حال عدم موافقة ألمانيا على نشر الصواريخ بالقرب من أوكرانيا فسيتعين وقتها أن تضع أو توضع هذه الأنظمة الدفاعية في بولندا. أكد البنك المركزي الأوروبي أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا. هذا ويخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة مرتبطة بالأجور، ما قد يتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2%. في ظل تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي، ظهرت تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي من زيادة الأجور، حيث رأى رئيس قسم الاقتصاد في البنك أن زيادة الأجور ستواصل تأجيج التضخم في منطقة اليورو حتى بعد زوال تبعات صدمتي وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا. البنك المركزي الأوروبي أكد أن زيادة الأجور ستكون المحرك الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال السنوات المقبلة، وأنه مع تخطي التضخم عتبة 10% خلال الخريف في منطقة اليورو، يخشى المركزي الأوروبي الدخول في دوامة زيادة في التضخم مرتبطة بالأجور، مشيرا إلى أن الأسعار قد تتسبب بفشل توقعاته بعودة التضخم تدريجيا إلى الهدف الذي حدده بنسبة 2%. المركزي الأوروبي أشار إلى ألمانيا كمثال، حيث حصل حوالي 4 ملايين موظف في القطاع الصناعي المتعلق بالإلكترونيات والتعدين على زيادة في الأجور بنسبة 8.5% خلال عامين. البنك المركزي الأوروبي أوضح أن هذه الزيادات أعلى من المستوى الاعتيادي، لكنها تعكس بجزء كبير منها آلية التعويض عقب انخفاض الأجور الفعلية المسجل منذ منتصف عام 2021، حين أدت زيادة أسعار الطاقة والمواد الأولية إلى ارتفاع حاد في التضخم في العالم وتراجع في القدرة الشرائية. أكدت مؤسسة سيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت استجابة التجار الكبيرة للزبائن من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من هذا الموسم.
هذا وأكدت وكالة شتر بريس أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون عن الإنفاق حال عدم حصولهم على تخفيضات كبيرة. تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في ارتفاعات بأسعار المواد الغذائية والإيجارات والبنزين والضروريات الأخرى التي هيمنت على العروض التجارية داخل الأسواق والمتاجر الكبرى في شهر نوفمبر الجاري. وبينما يبحث المتسوقون الأمريكيون عن أفضل العروض في المتاجر وعبر مواقع الإنترنت المختلفة، يقدم تجار التجزئة خصومات جديدة لإغراء المستهلكين المتحمسين لبدء شراء هدايا العطلات، غير أن التضخم ما زال هو المهيمن على الأمر. وكالة أسوشيتد بريس أكدت أن الكثير من المواطنين أصبحوا أكثر انتقائية ويحجمون على الإنفاق حال عدم حصولهم على تخفيضات كبيرة، بينما يفضل البعض اللجوء أكثر إلى المدخرات أو التحول إلى خدمات الشراء الفوري مع الدفع في وقت لاحق، والتي تسمح بالدفع على أقساط أو تشغيل بطاقات الائتمان الخاصة بهم في وقت قرر الاحتياطي الفيدرالي فيه رفع أسعار الفائدة لتهدئة ركود الاقتصاد الأمريكي. مؤسسة السيلز فورس الأمريكية المعنية بتعقب المبيعات عبر الإنترنت أشارت إلى استجابة التجار الكبيرة للزبائن من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية عبر الإنترنت بعد تقديم خصومات باهتة في الغالب في وقت سابق من الموسم، كما لفتت إلى بلوغ متوسط معدل الخصم في الولايات المتحدة على جميع السلع عبر الإنترنت نسبة 31% خلال عطلة عيد الشكر، ارتفاعا من 27% في العام السابق. أعلنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية حظر بيع لمعدات شركات صينية للاتصالات. هذا وقد ذكرت اللجنة أن هذه القواعد الجديدة هي جزء مهم من إجراءات واشنطن لحماية الأمريكيين من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات. هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية مثل هذه الخطوة لأسباب أمنية. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أن القرار يستهدف شركات تعتبر تهديدا للأمن القومي أمريكا ولا يسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أي منتج جديد لها على الأراضي الأمريكية. قال مسؤول في وزارة النقل الكورية الجنوبية إن الوزارة تعتزم الاجتماع مع نقابة سائقي الشاحنات المضربين يوم الاثنين لإجراء مفاوضات. وأوضحت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن نحو 5400 شخص شاركوا في الإضراب سعيا وراء تحسين الأجور وظروف العمل، بما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد في عاشر أكبر اقتصاد في العالم. يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول من أن الحكومة ستنظر في خيارات متعددة مثل إصدار أمر بإنهاء الإضراب. السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها استقالة رئيس تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج انتخابات هزيلة، والمعارضة التايوانية تفوز برئاسة بلدية تايبي. استقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وان من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد، وقالت إنها تتحمل مسؤولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية. هذا وقد فاز حزب كومينتانغ حزب المعارضة الرئيسية في تايوان في انتخابات رئاسة بلدية تايبي في انتكاسة للرئيسة تساي إينغ وان. كان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان قد أقر بهزيمته في انتخابات رئاسة بلدية العاصمة تايبي، وقدم مرشحه تشين شي تشونغ التهنئة لمنافسه وان تشيانغ من حزب كومينتانغ المعارض. توصل الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استثنائي ببروكسل من التوصل لاتفاق بشأن قضية أزمة اللاجئين. جاء ذلك في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا بسبب رفض إيطاليا استقبال سفينة المهاجرين أوشن فايجينغ التابعة لمنظمة SOS واستقبلتها فرنسا.
مخاوف كبيرة تتحرك تحت مظلة الاتحاد الأوروبي وتطفو على السطح من وقت لآخر، ولا سيما بعد خروج بريطاني. وجاءت أزمة السفينة أوشين فايكينج الإنسانية التابعة للمنظمة غير الحكومية SOS متوسط، التي تقل 234 مهاجراً، والتي رفضت روما استقبالها واستقبلتها فرنسا، جاءت لتؤجج الخلاف بين الدولتين وتطرح أسئلة خطيرة حول تفكك الاتحاد الأوروبي. وبعد أسبوعين على الأزمة الفرنسية الإيطالية، وافق وزراء الداخلية الأوروبيون في اجتماعهم في بروكسل على خطة عمل تشمل التنسيق، سعيا منهم إلى عدم تكرار هذا الوضع. واشتعلت المساجلات قبل الوصول لاتفاق في بروكسل، حيث كرر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الحديث ولدى وصوله إلى الاجتماع بأن بلاده لن تستقبل طالب اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا ما دامت روما لا تحترم قانون البحار. وعلى الرغم من أن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية التي تتبنى موقفا صارما تجاه المهاجرين جورجيا ميلوني، شكر فرنسا التي وافقت على حد قولها على استقبال السفينة في أحد موانيها، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران دعا روما إلى أن تقوم بدورها وتحترم التزاماتها الأوروبية. وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت شيناس أن طريقة التعامل مع أزمة سفينة أوشين فايكينج كانت نوعا من الارتجال، ووصف الاجتماع بالإيجابي، مضيفا: لدينا 20 إجراء محددا، ولدينا اتفاق سياسي مهم، الجميع ملتزم بالعمل على عدم إعادة تكرار هذا النوع من المواقف. لكنه أقر بأن هذا ليس الحل النهائي، داعياً الدول الأعضاء إلى الدفع قدماً بالمفاوضات المتعلقة بالإصلاحات في ملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والمتعثرة منذ أكثر من عامين. أكد الرئيس الكازاخستاني المنتخب قاسم جومارت توكايف أن العلاقات مع روسيا والصين تمثل أولوية لبلاده. جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستوري رئيسا للبلاد، وكانت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان قد أعلنت فوز توكايف بالانتخابات الرئاسية وحصوله على 81.31% من الأصوات. وصل وفد يمثل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لتوقيع اتفاقية اجتماعية مع خصوم سياسيين بعد توقف المحادثات بين الجانبين منذ أكثر من عام. وتستأنف المفاوضات بواسطة من النرويج بعد اجتماعات غير رسمية على مدى أشهر، حيث تهدف إلى كسر الجمود بين الحكومة الفنزويلية والمعارضين السياسيين وسط نزوح جماعي لمواطني البلاد على مدى العقد الماضي فرارا من الأحوال الاقتصادية المتردية. أعلنت الكونغو الديمقراطية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 20 ديسمبر من عام 2023، وأوضحت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بالكونغو أنه يوجد عدة تحديات، من بينها لوجستيات كنقل مواد الاقتراع لألاف الأميال والمخاوف المتعلقة بالصحة حول وبائي إيبولا وكورونا، وكذلك الاضطرابات التي أجبرت مئات الألاف على الفرار من منازلهم. هذا وقد تعهدت الحكومة بالالتزام بالجدول الزمني بعقد الانتخابات احتراما للدستور. أفادت وكالة أنباء بيلاروسيا الرسمية بوفاة وزير الخارجية فلاديمير ماكي بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 64 عاما. وشغل ماكي منصبه منذ عام 2012، وشارك في مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي عقد الأسبوع الماضي في يريفان، وكان مقررا له أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف الاثنين المقبل. كان ماكي أحد المبادرين بجهود تحسين علاقات بلاده مع الغرب، وكان منتقدا لروسيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت قبيل الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا في 2020، إلا أنه غير موقفه بشكل مفاجئ بعد ذلك. هذا وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاغاروفا عن صدمتها من هذا النبأ.
أعلن وزير البنية التحتية الإيطالي ماتيو سالفيني مصرع 8 أشخاص بسبب انهيار أرضي نجم عن هطول غزير للأمطار في جزيرة إسكيا السياحية الإيطالية وتسبب بابتلاع عدد من المباني. أضاف سالفيني أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في ظل ظروف صعبة. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن الشرطة المحلية قولها إن 13 شخصا صاروا في عداد المفقودين في بلدة كاساميتشولا بالجزيرة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عن تسجيل البلاد أكثر من 35,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مسجلة بذلك ارتفاعا جديدا لليوم التالي على التوالي. وسجلت الصين قرابة 33,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق، من بينها 3,103 إصابات مصحوبة بأعراض وقرابة 30,000 بلا أعراض، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5,232 حالة وفاة. اندلعت احتجاجات نادرة من نوعها في إقليم شينجيانغ في غرب الصين، وهتفت الحشود في وجه حراس يرتدون ملابس واقية. جاء ذلك بعدما أثار حريق كبير موجة من الغضب بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا. وتفرض الصين على إقليم شينجيانغ الشاسع واحدا من أطول الإغلاقات في البلاد، ومنعت الكثير من سكان أوروميتشي البالغ عددهم 4 ملايين نسمة من مغادرة منازلهم لمدة تصل إلى 100 يوم. وأفادت المدينة بظهور 100 إصابة جديدة يوميا على مدار اليومين الماضيين. ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 641 مليونا وقرابة 61,000 إصابة جديدة. أفادت الجامعة في أحدث إحصائية بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6,630,000 حالة وفاة. وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98,500,000 إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44,600,000 إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35,100,000 إصابة. شهدت قرية المواهب بمركز ومدينة الدخلة بمحافظة الوادي الجديد ختام أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. استمرت القافلة لمدة 2 يوم تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية بإجمالي 450 حالة، وتم صرف العلاج من صيدلية القافلة الطبية بالمجان. تأتي تلك القافلة في إطار توجهات الدولة للوصول للقرى النائية بالمحافظات الحدودية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان. عقدت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للجامعات من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية في قرى محافظات حياة كريمة، وذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات. يأتي بروتوكول التعاون من أجل التنسيق والتعاون المشترك وتكامل الجهود المبذولة بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات مع كافة الشركاء بهدف تنفيذ المبادرات خاصة في المجال الصحي لتحسين جودة حياة المواطنين بما يحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
انطلقت بقرية أوليلة مركز ميت غمر في محافظة الدقهلية قافلة ستر وعافية التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تعتبر قافلة ستر وعافية هي أول قافلة شاملة للتحالف الوطني، الهدف منها رفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم. ومن جانبها أوضحت رئيس قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة سيمون ناصر أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بدقهلية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية. الخدمات المتكاملة اللي بننزل بيها لكل القرى والمراكز لخدمة أهالينا، سواء في الجانب الطبي أو الجانب تقديم المساعدات الغذائية، سواء من خلال منافذ أو من خلال طرق الأبواب. عندنا جانب توعوي خاص بالأطفال النهاردة من خلال صناع الحياة، وعندنا معرض للملابس من خلال صناع الحياة ورسالة مشاركين فيه. دورنا إن احنا ننظم كل سير العمل داخل القافلة مع باقي المؤسسات علشان نقدر إن احنا نخلي المطلوب دول يقدروا يشاركوا مع المستفيدين، يساعدوا المستفيدين، وان هو يتعلموا انشطه مختلفه على اختلاف اعمارهم الموجوده داخل القافله. هدفنا ان احنا نوحد القوه بتاعه التحالف كلها، كل المؤسسات بنتحد مع بعض ان احنا نوصل الخدمه لاهالينا في القرى الاكثر فقرا في المحافظات اللي تابعه لينا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية. وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مشددة على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا بسعر 5 قروش للرغيف دون أي انتقاص. افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت مكتب بريد العتبة بعد تطويره، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب البريد، فضلا عن تحقيق مستهدفات استحداث خدمات بريدية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع. ونتحول في أخبار السادسة لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية. وتفاصيل الأخبار الاقتصادية تأتيكم اليوم مع ميرنا إيهاب. تفضل. شكرا لك إلهام وشكرا محمد، والآن مع جولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصول السفينة السياحية العملاقة سبلاندا بميناء السخنة التابع للهيئة. يأتي ذلك في إطار التوجه نحو تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية وضمن البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية لمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتدة من شهر مارس 2022 إلى شهر ديسمبر القادم. اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة في السنوات الأخيرة، وتوفر تلك الحرف التراثية فرص العمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا، ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح.
جهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، حيث تحرص الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة، وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة، حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أيادي مصرية. قد المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدوية من خلال مركز تدريب الحرف اليدوية والتراث في سيوة، بنشجع أبنائنا وبناتنا ومنتجاتهم. النهارده المعرض يعني حقيقة الواحد سعيد بالمنتجات اللي عاملينها الشباب والبنات. ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدوية لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على البيئة وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. معنا ناس مشاركة من محافظات تانية، وده دعم للسياحة، بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهاند ميد ومجال الهاند ميد معانا. النهارده بشارك في المهرجان في سيوة دعم السياحة في سيوة، أنا نازلة بمنتجات جلد طبيعي هاند ميد 100% من أول الصبغة، من أول ما بشتري الجلد من التاجر أنا اللي بسبق، أنا اللي بحط ديزاين، أنا اللي برسم، أنا اللي بلون، وأنا اللي بخيط لحد المنتج ما بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده. ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية للخارج. في أسواق معدن النفيسة استقرت أسعار الذهب عند 1754 دولارا للأوقية، ومحليا ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 1217 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1450 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1624 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 11440 جنيها. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع انخفاض السيولة بالسوق، وسط قلق بشأن الطلب الصيني والجدل حول وضع الغرب سقفا لسعر الخام الروسي. وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 2% لتبلغ 83.63 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2% لتسجل 76.28 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتصل إلى 3.21 دولار للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.89% لتسجل 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من مستوى سالب بي بي إلى بي بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن رفع التصنيف الائتماني جاء نتيجة التحسن الملحوظ في الأداء المالي للدولة وتحسن أداء ميزان المدفوعات في إطار الخطة المالية متوسطة المدى للحكومة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. أظهرت بيانات زيادة عدد متسوقي الجمعة السوداء في جميع أنحاء بريطانيا بنسبة 3.7%، وكانت الزيادة بقيادة المتاجر الكائنة في شوارع رئيسية. وارتفع الإقبال بسبب التجمعات لمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لكن البيانات أظهرت أن عدد المتسوقين في يوم الجمعة السوداء لا يزال منخفضا بنسبة 21.3% عن مستويات ما قبل جائحة كورونا. انتهت الجولة الاقتصادية، العودة إليكم محمد وإلهام. شكرا لك مرن إيهاب على هذا العرض.
فنانة عربية ذات طابع فريد بدأت انطلاقتها من القاهرة عاصمة الفن ومنها لجميع أقطار الوطن العربي بصوتها الجميل وخفة ظلها المعهودة. إنها الفنانة الراحلة صباح التي وافق اليوم ذكرى وفاتها في 26 من نوفمبر من عام 2014. وعودة إلى اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، وتنضم إلينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. جرمين، يعني تطلعينا على أبرز ما يدور خلال الاجتماع. نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب تفاصيل الاجتماع 14 من الحوار الوطني. هذا الاجتماع الذي انتهى منذ لحظات بحضور أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة الملفات والقضايا المطروحة للنقاش في المحور الاقتصادي وأيضا المحور المجتمعي، لأنه بنشير إلى أنه يعني خلال الأسابيع الماضية تم التوافق على تحديد ثلاثة محاور الحوار الوطني، هي المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، وأيضا تم تحديد 19 لجنة منبثقة عن الثلاثة محاور. اليوم تم الانتهاء بشكل كامل من الملفات الخاصة بالمحور الاقتصادي، وأيضا تم بداية النقاش فيما يخص المحور المجتمعي. وإذا تحدثنا عن أبرز الملفات فيما يخص المحور الاجتماعي، فاليوم تم تحديد الملفات المتعلقة بالثقافة والهوية، لكن خلال الجلسات القادمة سيتم مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالصحة والسكان والتعليم والأسرة والزيادة السكانية. أما فيما يخص المحور السياسي فأبرز ملفاته ستكون المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، والمحور الاقتصادي سيتم مناقشة فيه التضخم وغلاء الأسعار والزراعة والصناعة. خلال الجلسات القليلة القادمة سيتم الانتهاء من الملفات الخاصة بالمحور المجتمعي استعدادا للبداية الفعلية للحوار الوطني، والتي ستكون للمحاور الثلاثة بالتوازي وليس التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم للمحور السياسي يلي يوم للمحور الاقتصادي ويوم للمحور المجتمعي بواقع خمس جلسات في اليوم الواحد. كما أكد لنا أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنية بأنه الحوار الفعلي سيبدأ يعني بعد فترة زمنية قليلة، ولكن الآن بيتم الانتهاء من كافة الجلسات الإجرائية استعدادا للبداية الفعلية للحوار الوطني، مما سيساهم في الخروج بتوصيات بعد انتهاء الحوار سترفع لرئيس الجمهورية لتخرج في شكل قرارات أو قوانين تفيد المجتمع بشكل عام. كانت هذه أبرز تفاصيل، أعود إليك مرة أخرى. أشكرك، شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وبهذا نصل إليكم إلى ختام أخبار السادسة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يستعرض مستجدات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتيسيرات واسعة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تمهيدا للانطلاق الفعلي للمناقشات، مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل اجتماعاته لاستعراض أجندة محاور الحوار. كييف تستضيف قمة عن الأمن الغذائي، وزيلينسكي يؤكد صمود بلاده في وجه الهجمات الروسية المسببة لانقطاع الكهرباء والمياه. انتهت نشرتنا، شكرا للمتابعة، دمتم في أمان الله.